بعض المزارعين بيعتقدوا إن محصول الزيتون والرمان والنخيل من المحاصيل المتحملة للملوحة. إحنا عندنا في العلم مفيش حاجة اسمها تحمل مطلق للملوحة، ولكن قد يكون النبات متحمل للملوحة لفترة معينة في أول الري على حساب الإنتاج، وده بيسمى مقاوم للملوحة. بينما عشان يكون النبات متحمل للملوحة لازم نغسل أملاح التربة، وده عن طريق التكنولوجيا الحديثة باستخدام أجهزة المعالجة المغناطيسية لشركة دلتا ووتر. ربنا سبحانه وتعالى حط آية في القرآن بيقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا النهاردة المية لو اتعدلت بخواصها، كل الخواص الطبيعية والكيميائية للنبات سواء نمو خضري أو إنتاج هيبدأ يتحسن، لأن أي حموضة أو أي فيتامين أو أي عناصر موجودة في النبات لابد إن هو ياخدها عن طريق الأجهزة بتاعة النبات، والمسؤول عن الامتصاص العناصر دي هو جذر النبات. النهاردة كل ما راكمنا ملح حوالين جذر النبات بيصعب على النبات امتصاص المية وامتصاص الأملاح، تلاقي ده مترجم في ضعف النمو الخضري وضعف الإنتاجية وبالتالي صفات الجودة للمحصول. بينما إذا حسننا صفات جودة المية عن طريق التكنولوجيا الحديثة، النهاردة بتبدأ الجذر يمتص المية والعناصر الغذائية بسهولة، بيترجم ذلك على زيادة في النمو الخضري لأن فيه تناسب طردي ما بين النمو الجذر والنمو الخضري. بنلاقي النمو الخضري يتحسن، ده مصنع الغذاء بالنسبة للثمرة، نلاقي الإنتاجية ممتازة، صفات الجودة لزيت الزيتون وللحموضة بتاعة الزيتون ممتازة جدا. النهاردة دور أجهزة المعالجة المغناطيسية في حل مشاكل التغيرات المناخية، النهاردة دور الدولة إن إحنا نقلل من الانبعاثات الحرارية نتيجة استخدام الكيماويات، نتيجة المتبقيات بتاعة المبيدات والأسمدة في التربة. النهاردة لما استخدام أجهزة المعالجة المغناطيسية تقلل من كمية التسميد المستخدم في المزارع، وبالتالي بيقل الانبعاثات الحرارية، وبالتالي يأثر بالإيجاب على التغيرات المناخية. النهاردة برضو خطة الدولة إن إحنا نقلل من استخدام المية. تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر بيقلل من استخدام المية، وبالتالي النهاردة دي من ضمن الخطط المستقبلية لترشيد المياه. والشجر يزيد وينتج والخضر على كل لون، فاكهة ليها شكل مبهج زي ما لازم تكون. ازرع يلا.